هي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. القوات المسلحة، رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. المخابرات العامة، رئيس الجمهورية هو مسؤول مباشر وهي تابعة له مباشرة. عمرو حاحا ريميكس. أنا مش قصير أزعة، أنا طويل وأهبل. أنا مش قصير أزعة، أنا طويل وأهبل. تمام. أنا مش قصير أزعة، أنا طويل وأهبل. 74 مليار جنيه لدعم وتوفير المواد البترولية. ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك. مشكلة البنزين والسولر يعني مشكلة صعبة محزنة. ده انت لقطة، سبحان من أبدعك. أنا طبعا رايح جاي في الشارع ومريت النهاردة ومبارح على المحطات وشفت معاناة الناس بنفسي. انت والله انا نفسي انزل يعني اقف في الطابور. نواجه محاولات، اصل ما فيش حد يتصور ان هو عامل لنفسه بيت وعامل حواليه حديد ومش عارف عامل ايه، ممكن يهرب من العداله. نعم، ماذا انتم فاعلون الان اذا؟ نعم، بعد ان فتح عليكم الاهالي كما تقول السجن وخرجتم وانتم موجودون جميعا ولا تعرفون ماذا او ما هو وضعكم القانوني، ماذا انتم فاعلون في هذا الوقت؟ سنتشاور الان، سنتشاور ثم نتفق على ما نفعله. اذا اتصلتم بنا بعد ساعه من الان نقول لكم ماذا فعلنا. نعم، اذا انتم موجودون جميعا تتشاورون فيما بينكم لمعرفة الخطوات التالية، وجميعكم بخير. 34 من اعضاء الجماعة، بينكم 7 من مكتب الارشاد. نعم، اقول لكم اسماءهم، تحب تعرف الاسماء؟ نعم نعم. محمد مرسي. ممكن يهرب من العدالة؟ ما ينفعش. كفاية، وكمان مش يقعد ساكت، لا يتحرك ويروح لده ويجل ده. ايه ده؟ احلى من الشرف مفيش. محدش يقدر يمس حرية الاعلام طبعا، اللي هي اهم مكتسبات الثورة. طيب يا سيدي، طلعت لنا قرار من النائب العام الملكي بتاعك بإلقاء القبض عليه. ليه؟ مش يقدر يمس حرية الإعلام طبعا.